ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد، والفيديو ده بقى هتابع فيه معاكم بكل حاجة عملتها في ليلة العيد ويوم العيد. اول حاجة بدأت اعملها في يوم العيد، بس ما تنسيش تحطي لي بقى اللايك حلو كده عشان انزلك التنظيف البشرة القمر اللي انا عملته. اول حاجة عملتها، عملت تنظيف بشرة كده سريع جميل جدا جدا جدا، مش هياخد منك اي وقت. عن نفسي ما خدش مني والله العظيم غير ربع ساعة بالظبط، ولا مليون خطوة بقى، ولا معرفش هعمل ايه واقشر ايه واسوي ايه. لا، اول حاجة عملتها عملت تنظيف بشرة كده حلو خالص. هنزل لكم الفيديو بعد الفيديو ده، بس اهم حاجة الفيديو ده يا بنات يعدي 50 لايك، يعني خلوه بقى 60 لايك 70 لايك، انتوا وذوقكم بقى معايا. تمام، ده كده اول حاجة عملتها. بعد كده قلت ان انا لازم انزل اعمل شعري في الكوافير. نزلت فعلا يا بنات، عملت شعري بس اتأخرت شوية، يعني رجعت مثلا كده كنت نازلة الساعة 5، طلعت بقى الساعة كام؟ على الساعة 9 كده. بعد كده اول ما طلعت زي ما قلت لكم عملت تنظيف البشرة السريع ده عشان كنت مستعجلة وخلاص بقى، فاهمين؟ دخلت خدت الشاور بتاعي ولبست السود دي. السود دي كنت جايباه من المنشية، من زنقة الستات يا بنات اللي في اسكندرية، هو اللي عارف. دي كانت ب130 جنيه، بصراحة كنت طالباها على النت ب120 جنيه، زائد الشحن كان 185 جنيه، فنزلنا لقيناها يعني وفرنا حق الشحن. لغيتها لان هم اتأخروا وانا كنت عايزة البسها ليلة العيد، كنت هلبس ايه يعني. المهم المانيكير اللي في ايدي ده انا كنت حاطه لكم على الانستجرام، البنات اللي مش عندي على الانستجرام تروح تتابعني بقى عشان بنزل لكم كل حاجه اول باول. حطيت المانيكير ده من ايسنس، تحفه جدا جدا، وكمان حطيت استراس كاني عامله اكليرك كده بالظبط، لما امك تعمل لك اكليرك في البيت. عملت ايه ليله العيد بقى يا بنات؟ ده بقى لما خطيبك يجيلك يعني. حطيت لانسز وحطيت روش كده ثابت، هصوره لكم على الانستجرام، وكمان المسكرة الشفافة اللي حطيتها في حواجبي هصورها لكم على الانستجرام، روحوا تابعوني على الانستجرام، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف. تمام، العدسات بتاعتي كانت من ديسيو، ما حطيتش اي حاجة في غدودي نهائي، حطيت بس اللانسز والمسكرة الشفافة والروج. المسكرة بتاعتي اللي حطاها في عيني هسيب لكم صورتها على الستوري بتاعت الانستجرام، روحوا تابعوني بقى عشان هنزلها يا النهارده بالليل يا بكره الصبح. تمام، وبرضو الحاجات اللي هعمل بيها، اللي عملت بيها تنظيف بشره، هسيب لكم الصور بتاعتها في ستوري الانستجرام. طبعا ده كان شكلي في ليله العيد، قعدت بقى اتصور صور كتير بقى جدا، انا بعرض لكم الصور طبعا دلوقتي، شوفوا بقى شكلي كان عامل ازاي، ايه رايكم بقى؟ طبعا كنت مستنيه خطيبي، بس خطيبي قال لي لا احنا هنطلع نسهر عند مامتي شويه. تمام، كانت الساعه 10. بصوا بقى هوريكم وانا طالعه عند حماتي، عشان حماتي ساكنه قريب مني. لبست الطقم ده، اول حاجه يا بنات البادي ده جايباه من شي ان، كنت جايباه في سيل ايام البلاك فرايداي. تمام، ولبست حزام ابيض، والبنطلون الجينز ده هو لونه مش باين في الكاميرا، بس هو لونه كده هادي يعني. طبعا وانا نازله لبست جاكيت، يعني هو عشان فظيع قوي بصراحه يعني. طبعا الميك اب اللي انا كنت حطاه او اللوك اللي انا كنت عاملاه لبيتي ده ستيل كان لسه موجود، لاني كنت لسه عامله منه نص ساعه، فقلت انا مش هجدد ولا اغير ولا احط فاونديشن ولا احط كونسيلر ولا اي حاجه خالص. التلات حاجات اللي انا حطاهم دول او الاربع حاجات هفضل حطاهم. في رجلي بقى لبست شبشب بصراحه، بس شبشب كان جميل، كان ابيض كده في ستراس، برضه هحاول اسيب لكم صورته على الانستجرام. تمام، لاني هم قريبين مني العماره اللي في وشي، وكمان كنت رسمه رجلي وحط فيها ستراس برضو كده وحاجات تحفه، فخفت بصراحه انها تتخلع يعني. تمام، لبست بقى كده وخلصت كل حاجه واستنيته بقى، هو اتاخر بصراحه شويه يعني، طلع لي على الساعه 11 كده، قلت خلاص مش مهم هما كده كده في وشي فهسهر عندهم وكده عادي يعني. شعري يا بنات، بنات كتير سألتني انتي عاملة فيه ايه؟ عاملة سشوار وليس، والله العظيم يا بنات استحيل، الشعر يبقى مفروض كده حتى بالبروتين، البروتين ما بيبقاش كده ذات نفسه يعني، لازم سشوار وليس والله العظيم. العدسات زي ما قلت لكم من ديسي، ومش عارفة قلت لكم ولا لأ، حلوة جدا ومريحة، وبرضو القطرة اللي قلت لكم عليها حطوها في فيديو لانسز، حلوة جدا، هسيب لكم ازاي تلبسي لانسز في الديسكريبشن بوكس للبنات يعني اللي حابة تلبس لانسز بالذات في العيد، يعني بصراحة بتخلي الشكل مختلف. المهم ده يوم العيد بقى يا بنات. تاني يوم بقى
بصوا البادي ده برضو من شي ان. الحلق بتاعي ده كان من زينة الستات برضو وريته لكم، وجبت بنطلون ابيض وحزام اسود كده اللي هو بتاع جوتشي وكوتشي اسود يا بنات، كان وهم. هنا بقى هقول لكم حكاية الصورة دي. الصورة دي اتصورتها ليه؟ كنت كاتبة على الواتس بوسة مني ليكم. دي بقى ليه؟ واحدة صاحبتي يا بنات بعتت لي رسالة بتقول لي انا لازم اعمل لك بلوك، انت بقيتي حلوة فانا ما ينفعش حد من عندي يشوفك، انا ما بحبش كده فهضطر اعمل لك بلوك. يعني هي زعلانه ان انا بقيت حلوه وخايفه حد من عندها يشوفني، فعشان كده عملت لي بلوك. اللي هو انا مش فاهمه انت عملتي ليه كده يعني. زعلت جدا طبعا بصراحه لانها كانت صاحبتي يعني، فايه اللي انت عملتيه ده؟ طبعا انا اتصدمت في البدايه، بعد كده قعدت اضحك وخطيب قعد يضحك وايه اللي هي عملته ده، وعرفنا بقى انها بسرم في الاخر وغيارة يعني. يلا مش مهم، لو انتي بتتفرجي عليا فعادي حبيبتي، انا افضل احلو يعني، وانا كل ما احلو حد يقطع علاقته بيا ولا ايه؟ يلا مش مهم. الصورة اللي جاية بقى يا بنات كنت كاتبة عليها ايه؟ اسكتوا يا بنات، مش انا بقيت عمل لي بلوك حلاوتي؟ صاحبتي بقى كتبت لي على الصوره دي، قعدت تتريق يعني وتقول لي ايه كياده ومش عارفه ايه. والله انا مش كياده، بس الفكره ان انا اتصدمت والله، جالي صدمه عاطفيه. طبعا مروان بقى كان جالي عشان خاطر نخرج وكده، قلت له لا لازم نتصور صوره كده عشان تغيظ البت معايا، طلع لها لسانها، طلع لها لسانه معايا يعني. بصوا رحنا فين احنا يا بنات، هتشوفوا بقى في الحته اللي جايه هوريكم يعني حته صغيره من الخروجه كده، لان لما ببقى مع مروان بصراحه ببقى عايزه اصور، هو يقعد يقول لي طب استني مش عارفه ايه، بيبقى مكسوف ساعات كده. بصوا ده المكان، رحنا كافيه بهجه على البحر، الناس اللي في اسكندريه اللي عارفه الكافيه ده حلو جدا جدا جدا، بنقعد قعده عربي كده في الارض زي شلت كده على الارض وكده، شكله حلو بصراحه غير الاغاني اللي كانت شغاله هناك وكده، وكان في ناس كتير قوي بتفطر على البحر، المنظر كان مبهج بصراحه. بصوا خدت لكم صوره كده من بعيد عشان تعرفوا تشوفوا بصوره اوضح يعني، كنا قاعدين كده زي على الارض. بصوا حاطه المخده كمان هنا واخده راحتي على الاخر يعني، المكان حلو جدا جدا بصراحه يعني، ويعني الاسعار فيه برضو كويسه يعني حلو. البنات اللي بتخرج مع خطبها وكده عادي حلو يعني، في بنات بتبقى خايفة بقى على فلوس خطيبها وكده، لا عادي ده ما فيهوش فلوس كتير يعني. بصوا دي صورة تانية كده، اللي ورانا ده يا بنات زي سجاد كده ملون حاطينه على الحيطة، بصراحة مدي شكل كويس يعني، مدي شكل حلو قوي. ده في سيدي جابر، او في سيدي جابر بالظبط، احنا كنا المفروض رايحين كافيتيريا تانية بس طلعت كومبليت يعني. بصوا بقى هنا بقول له يا مرون صور اعمل باي باي للناس، اعمل باي باي بس كده. انا خدت منه التليفون بقول له هات انا صورت، مش هتعرف تصور ولا تعمل حاجه. انا هنا بقى كنت عايزه اوريكم شكل الكافيتيريا، بصوا قد هي كده شبه الخيمه. دي اختي متعرفش ان انا بصورها اصلا. بصوا دي القعده اللي كنا قاعدينها بالظبط، وقاعدين كده قدام البحر والناس كلها عماله تعدي وتروح وتيجي وكده. بصوا المكان كويس جدا، ده شكل المنيو بتاعهم بصراحه، فكرته كانت عجباني، كان زي كتاب تفتحيه تلاقي كتاب، اهو هوريكم كانك تفتحي كده الكتاب تلاقي كتاب تحتيه كمان. وبصوا الترابيزه زي كاوتشتين محطوطين كده، الديكور بتاعه كان حلو بصراحه، كان عجبني بامانه يعني، انا اول مره ادخله ومش اخر مره، كان كويس يعني حلو. بصوا ده عمال يضحك. بصوا يا بنات طلبنا، اختي طلبت كنافه بالنوتيلا وانا طلبت تشيز كيك بالشوكليت، وهو طلب موهيتو فراوله. بصراحه العصير ده كان تحفه يعني بامانه، جامد 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 يعني. ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناه بتاعتي. توحشوني.